في يوم من الأيام في بلدة صغيرة كان يعيش رجل قد سافر بعيدا عن المنزل. بعد رحلة طويلة عاد ليجد منظرا مرعبا، منزله يحترق. كان هذا المنزل أجمل منزل في المدينة بأكملها، وكان الرجل يحمل عاطفة عميقة اتجاهه. عرض العديد من المواطنين ضعف قيمته، حريصين على جعله خاصا بهم، لكن الرجل كان يرفضهم دائما. والآن هناك النار مباشرة أمام عينيه الدامعتين، تجمع حشد من الآلاف، ولكن الحريق أصبح خارج نطاق السيطرة. غمر الحزن الرجل الذي كان يعلم أنه لا يوجد شيء يمكنه فعله، لذلك وقف هناك بقلب مثقل. ثم هرع إليه ابنه وهو يتحدث بهدوء في أذنه: لا تقلق يا أبي، لقد بعت المنزل بالأمس وحصلت على مبلغ استثنائي، سعر مرتفع 3 أضعاف. سعر العرض كان جيدا جدا، بحيث لا أستطيع انتظار عودتك، أرجوك سامحني. انتشر بصيص من الارتياح على وجه الأب وهو يقول: الحمد لله، إنه ليس لنا الآن. ثم استرخى الأب وأصبح مراقبا صامتا مثل الآلاف من المراقبون الآخرين. قبل لحظة واحدة فقط من عدم كونه مراقبا كان ملتصقا به. هو نفس المنزل ونفس النار، كل شيء على حاله، ولكنه الآن غير قلق في الواقع. بدأ يستمتع تماما مثل أي شخص آخر في الحشد، ولكن تعطل هدوءه عندما جاء ابنه الثاني مسرعا وصرخ: لماذا تبتسم يا أبي؟ ألا ترى المنزل يحترق؟ أجاب الأب: ألم تسمع أن أخاك باعه؟ أصبح وجه الابن الثاني جديا، لأنه قال: إننا تلقينا دفعة مقدمة، لم يتم تسوية المبلغ بالكامل بعد، لدي شكوك فيما إذا كان المشتري سيظل يريده. في لحظة كل شيء تغير مرة أخرى. الدموع الذي اختفت عادت للظهور في عيني الأب، اختفت ابتسامته وتسارع قلبه، وقد عاد للشعور بالملكية إلى الانفصال. ثم وصل الابن الثالث وهو يخبره بأخبار مطمئنة أن الرجل رجل شرف وقد التقى به للتو، وقال: يحترق المنزل أم لا فهو لي، وأنوي دفع السعر المتفق عليه، لم يكن بمقدور أي منا توقع الحريق. وسع الفرح العائلة، وأصبحوا جميعا مجرد مراقبين متحررين من الارتباط. ترى في الحياة وفي حياتك أن في الواقع لم يتغير شيء في المنزل أو في النار، ما تغير حقا هو الشعور بالملكية. هذه الممارسات البسيطة لمراقبة العقل، إن إدراك المرء بالانفصال عنه وفهم أن الأفكار لا تحمل أي قوة حقيقية هو درس عميق. كل شيء يبدأ بفكرة واحدة: ازرع فكرة وسوف تنمو إلى فعل وتصبح فعلا، وسوف تزدهر لتصبح عادة. ازرع عادة وسوف تشكل شخصيتك. احتضن شخصيتك وستصنع مصيرك.